السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم إن شاء الله نقدم لكم خبز البالون منفوخ، كيجي لذيذ بزاف ومقادير موجودة في كل بيت، ويمكن لكم تضفوه في الحلو المالح كسندويتشات. بقوا معايا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. كناخد إناء ونضع فيه كاس نتاع الحليب يكون دافي، وكاس نتاع الماء يكون دافي، وملعقة كبيرة ونصف نتاع سنيدة. وملعقة كبيرة نتاع خميرة الخبز، وكنخلطوا جميع المقادير حتى نحسوا بخميرة دابت لينا، وملعقة صغيرة نتاع الملح. وخمسة الكؤوس نتاع دقيق الفورس، وكنضيفوهم شوية بشوية حتى تجمع لنا العجينة. والكاس اللي عبرنا به الحليب والماء هو اللي نعبروا به الدقيق. من بعد ما جمعت لينا العجينة كنرشو سطح العمى بشوية نتاع دقيق الفورص، ونضعو فيه العجينة ونجمعوها مزيان. والعجينة ما كتحتاج تدلك مزيان، غير جمعوها فقط بهذا الشكل. كنوضعوها في إناء ونغطيوها ببابي سلوفان حتى تخمر لينا. من بعد ما خمرت لينا العجينة وتضاعف الحجم ديالها، كنزولوها من الإناء ونوضعوها في سطح العمل. وكنقطعوها على 8 قطع. ونعملوها على شكل كويرات متساويين.
كناخد كويرة ونضعها في الحليب كيف ما وضح ليكم، ثم في الجزلان. وكنضغط عليها مزيان. كنرشو سطح العامة بشوية نتاع دقيق الفارس ونضعو فيه العجينة نتاعنا. وكنسرحو العجينة مزيان بالتلاجة، وما تقلبوش نهائيا العجينة على الوجه اللي فيه الججلان. استمروا كيف ما وضح ليكم. من بعد ما سرحنا العجينة مزيان كنقطعوها على نصفين. وكنستمر بنفس الكيفية حتى ننتهيو من الكمية اللي عندنا. كناخدو مقلاة ونضعو فيها زيت نباتية ونخليوها تسخن مزيان. من بعد كنوضعو فيها الخبز ديالنا، وخاص العافية ما تكونش ناقصة بزاف باش ما يشربناش الخبز الزيت، وما تكونش مجهدة باش ما يتخطفش لينا، تكون متوسطة. من بعد ما تنفخوا لينا نقلبوه. ونخليهم حتى يتحمروا مزيان ويطيبوا، من بعد نزولوه. وبالصحة والراحة، وما تنساوش تعملوا لايك للفيديو. انا استعملت الخبز بالنسبه للكسكروت حلو، واللي بقى لي استعملته للعشاء كسندويتشات.